المسألة التي بعد ذلك، هل الانفراد علة؟ العلماء اختلفوا في هذا التفرد، هل هو علة؟ فذهب بعض العلماء إلى اعتبار التفرد والانفراد بالرواية علة من العلل، فيقال هذه رواية انفرد بها فلان، ويريدون بذلك الطعن في هذه الرواية، فهي رواية انفرد بها فلان، واضح، لم يروها أحد إلا فلان، ويريدون الحط من قدر تلك الرواية ومن الطعن بها ومن عدم الاعتداد بها. هذا فريق من العلماء يتعامل مع التفرد على أنه علة يعل بها الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل. وبعض العلماء لا يرى التفرد علة، بل يراه ظاهرة صحية، أن يتفرد الراوي برواية ظفر بها لم يروها، حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تفردوا برواية أو بروايات لم يسمعها غيرهم من الصحابة، وهكذا التابعون كذلك تفردوا بروايات، فهذا التفرد معنى أن هذه الرواية ما رويت إلا من طريق فلان، هو الذي سمعها من ذلك الصحابي. كذلك التابعون رووا عن مشايخهم ومشيختهم، وتابع التابعين كذلك رووا عن مشيختهم، فالربيع رحمه الله تبارك وتعالى يأتي إلى الحديث ويقول حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا. ماذا قال؟ قال حدثني، ما قال حدثنا، ومعنى ذلك أنه خصه بهذا التحديث. أبو عبيدة لم يحدث أحدا بهذا الحديث إلا الربيع، يقول حدثني. هل الربيع لا يدرك معنى كلمة حدثني؟ هل إذا حدثه مع باقي التلامذة، مع باقي تلامذة أبي عبيدة، أبو عبيدة يحدث جميع التلامذة، فيأتي الربيع ويقول حدثني؟ كلا. فعندما يقول حدثني أي خصه بهذا التحديث، خصه بهذا التحديث، حدثني أنا فقط. هذا الحديث قد لا تجده عند غيره من تلامذة الإمام أبي عبيدة، إنما موجود عند الإمام الربيع، هو الذي رواه فحافظ عليه في هذا المسند وجمع رواياته التي حفظها وحدثه بها شيخه أبو عبيدة ووضعها في هذا الحديث من رواية شيخه المباشرة، واضح. فإذن الانفرادات، فالانفراد ليس بالضروري أن يكون ماذا؟ علة، بل هو ظاهرة صحية ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الأفراد. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن انفراد الثقة بالرواية لا يؤثر ذلك على الرواية ولا يطعن في الرواية، لأن هذا الثقة ظفر بما لم يظفر به غيره، ظفر بما لم يظفر به غيره، وحفظ ما لم يحفظ غيره، والذي يحفظ حج على من لم يحفظ، والمطلع حج على من لم يطلع. فلهذا قالوا بأن هذا ليس. الإمام مسلم في صحيحه بعدما ذكر حديثا تفرد به الزهري ماذا قال؟ قال والزهري تفرد باثنين وتسعين سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروها غيره، والأمة تلقت هذه السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول، مع أنها من أفراد الإمام الزهري، والإمام الزهري من التابعين، لا تروى هذه 92 سنة ثابتة، لم تروى إلا من الزهري، من طريق الزهري، هكذا يقول الإمام مسلم في صحيحه. الإمام الدرقطني جمع
الأحاديث التي تفرد بها الإمام مالك بن أنس الأصبحي فجمعها في مجلد كامل أسماه غرائب مالك، تفرد بها مالك، لم يروها أحد من التابعين إلا الإمام مالك بن أنس الأصبحي، يرويها عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وسمى هذا الكتاب غرائب مالك، وهو مطبوع موجود متداول. وكذلك من الكتب التي أفردت للأفراد الحديثية أفراد الإمام البخاري، وكتاب أفراد الإمام البخاري ومسلم، وغرائب مالك للدرقطني، وغرائب مالك لغير الدرقطني. والأفراد الحديثية كثيرة، كتب الأفراد الحديثية كثيرة جدا، فلهذا وضعت أفراد الإمام الربيع بن حبيب الحديثي، وذلك بأن تتبعت هذا المسند من أوله إلى آخره مقارنة بجميع كتب السنة والمصنفات، فما وجدته انفرد بروايته بالأصل أو بلفظة منه أو براو جعلته من أفراد الإمام الربيع رحمه الله تبارك وتعالى.